جلس الخليفة في قصره يلقى الوفود عندما ظهرت امرأة طاعنة في السن وبدأت في سبه وإهانته أمام حاشيته ومجلسه. ترى ما هي القصة حينما تمت إهانة الخليفة؟ سأحكي لكم. أنا نور الصباح في ملخص القصة. يروي لنا كتاب بلاغات النساء قصة أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب وورودها على الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، حينما دخلت عليه وكانت سوداء طاعنة في السن. رحب بها الخليفة بوجه بشوش قائلاً: مرحبا بك وأهلا يا عمة، فكيف كنت بعدنا؟ لم يكن جواب المرأة على استضافة الخليفة بنفس بشاشة استقباله لها، بل إنها أخذت في إهانته وازدرائه أمام حاشيته في قصره بقولها: يا ابن أخي، لقد كفرت يد النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك. وزادت على هذا القول منكرة حق الخليفة في الخلافة: وأخذت غير حقك من غير بلاء كان منك ولا من آبائك. وضربت فيه المثل تشبهه بمنزلة موسى من فرعون: كنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، وكان علي بن أبي طالب رحمه الله بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى، فغايتنا الجنة وغايتكم النار. حينها باشر عمرو بن العاص بالرد على المرأة لإسكاتها: كفى أيتها العجوز الضالة وأقصري من قولك. ردت عليه: ومن أنت؟ لا أم لك. قال: أنا عمرو بن العاص. لم يكن نصيب ابن العاص من الإهانات أقل من الخليفة نفسه، فقالت: يا ابن اللخناء النابغة، تتكلم وأمك كانت أشهر امرأة تغني بمكة؟ ولقد رأيت أمك أيام منى بمكة مع كل عبد عاهر. قام حينها مروان ابن الحكم لإسكات تلك العجوز سليطة اللسان قائلاً: كفى أيتها العجوز وأقصري لما جئت له، ساخ بصرك مع ذهاب عقلك فلا تجوز شهادتك. كان قول مروان لها إيذاناً بأن يهتك عرضه هو الآخر، فلم يسلم من لسانها وقالت له: وأنت أيضاً يا ابن الزرقاء تتكلم، فاسأل أمك تخبرك بشأن أبيك إن صدقت. ثم التفتت إلى معاوية فقالت: والله ما جرأ علي هؤلاء غيرك. فقال معاوية لمروان وعمر: ويلكما، أنتما عرضتماني لها وأسمعتماني ما أكره. وقال لها: يا عمة، اقصدي حاجتك. فقالت: تأمر لي بألفي دينار وألفي دينار وألفي دينار. فسألها عما تفعل بهم. قالت: أشتري بها عين ماء جارية. فقال: نعم الموضع وضعتها، فما تصنعين بالألفي دينار الثانية؟ قالت: أزوج بها فتيان عبد المطلب. قال: نعم الموضع وضعتها، فما تصنعين بالألفي دينار الثالثة؟ قالت: أستعين بها على عسر المدينة وزيارة بيت الله الحرام. قال: نعم الموضع وضعتها. ثم أمر فكان لها ما سألت.